أما الآن أعزائي المشاهدين، نعود إلى موضوعنا الرئيس في حلقة اليوم، والذي يتناول صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهداف تأسيسه. الزميل أحمد أبو سمهدانة استطلع آراء الشارع الإماراتي وعاد لنا بهذه الأجوبة حول هذا الموضوع. الحقيقة نعم، عندنا مشروع ولكن مش في الإمارات العربية، في ليبيا. يعني عندنا مشروع الآن على أساس مع نتعامل مع المصرف على أساس تمويله. ما عندي أي مشاريع طبعا الوقت الحالي، لا إن شاء الله. كل إنسان له طموحات بالدنيا. لا، بصفة أن أنا هنا أساسا شغال مغترب، ففي ممكن يكون في مصر، بس هنا طبعا لا. نعم، في مشروع بفكر فيه. أنا لي 5 سنين تقريبا بشتغل بشركات، لي من سنة تقريبا أسست ماي أون بزنس، الأعمال تبعتي، فتحت شركة صغيرة وعم بحاول أكبر فيها يعني شوي شوي. يعني عن طريق البنك أو شيء كذا، أو أعرف كيف يعني بتمويل مادي وكذا؟ عادة أبحث عليه في المصارف المعروفة. يعني احنا عندنا في ليبيا عندنا المصارف الخاصة، لها سمعة سرعة الإجراء، وبالتالي احنا يعني دائما نتكئ على المصارف الخاصه اكثر منها العامه. عن التمويل بحثت على، في معي بارتنر انفستر مستثمر، هو بمول لي المشروع تبعي، وفي حال انه تطورنا يعني لقدام شوي ممكن انه نلجا لبنوك حتى تمول المشروع نكبره اكبر او نصير اضخم. يعني التمويل ممكن، هو طبعا الواحد رافض موضوع القروض، والادخار ممكن طرق الادخار المختلفة، أو مثلا إذا كان التصرف في بعض العقارات لتوفير المادة أو بعض الممتلكات لتوفير السيولة اللازمة للمشروع ده. إذن أعزائي المشاهدين، بهذه الآراء نصل إلى ختام حلقتنا لليوم. ملتقانا يتجدد معكم في الغد بإذن الله، وإلى الغد نترككم في أمان الله. مع السلامة.